للحديث أكثر عن التدخل العسكري الإيراني في اليمن واعتراف طهران به من خلال تصريح مساعد قائد فيلق القدس رستم قاسمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز يني يمن الأستاذ صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك، ماذا يمثل اعتراف مساعد قائد فيلق القدس رستم قاسمي بمشاركة إيران في حرب اليمن؟ شكرا جزيلا. هو زاد الاعتراف بتدخل إيران السافر منذ انقلاب ميليشيات الحوثي المدعوم من إيران في 2014. نحن كيمنيين وكحكومة شرعية هي كانت تعرف أن ميليشيات الحوثي تم تدريبها مجموعة من الأفراد داخل إيران، وأيضا هناك مجموعة من ضباط الإيرانيين ومن حزب الله إذا كانوا موجودين في صعدة في اليمن. وعندما سقطت أو احتلت صنعاء بيد ميليشيات الحوثي، صرح يعني قائد كبير بأن العاصمة الرابعة العربية سقطت بيد يعني الإمبراطورية الفارسية الإيرانية، وهذا الكلام كان خطير. السفير الإيراني المعين الآن عند ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء هو الذي يستقبل الآن ويدير العملية العسكرية والحربية داخل اليمن، ويستقبل الضيوف وخلفه العلم اليمني وصور الخميني. وبالتالي إيران يعني واضحة ومفضوحة ويتكلم قيادات حوثية، ولكن هذا الوضوح أستاذ صالح لم يكن موجودا من قبل، يعني طوال الأزمة اليمنية وإيران تنفي انخراطها في الأزمة، لم تستطع الصبر، وهي الآن تريد أن تعمل مفاوضة بما يحدث في اليمن ومع أمريكا فيما يتعلق بالاتفاق النووي. هي تريد أن يكون الميليشيات الحوثي كبش فداء لعمل اتفاق مع يعني الرئيس الأمريكي بايدن الجديد، وبالتالي هي الآن تريد أن يعني تعلن أحد أوراقها، ولا يضيرها ذلك. هي تقول نحن نساعد من باب أنهم أقلية، لكنها تدرك بأنها يعني هي من تدعم، وهي بل كثير من الضربات التي كانت توجه نحو السعودية لم تكن من تأتي من اليمن، كانت تأتي من اتجاه العراق، من اتجاه إيران، من اتجاه البحر، وتتبناها ميليشيات الحوثي للأسف الشديد الإيرانية الإجرابية. وبالتالي هذه أوراق ضغط الآن، وأوراق تترميها إيران من أجل ما يتعلق بالاتفاق النووي الآن الموجود بينه وبين الولايات المتحدة. بالتالي أستاذ صالح، ما تداعيات ذلك الاعتراف على المستوى الدولي والإقليمي؟ الأصل هنا يجب على التحالف العربي بقيادة السعودية أن تستنسل طاقاتها وجهودها وأن تحسم المعركة مع الجيش اليمني في الميدان. المؤامرة كبيرة الآن جدا على مدينة مأرب، ولهم الآن ما يقارب 4 أشهر، وكانوا يظنون أنهم يعني سيمرون على مأرب مرور الكرام، ولكن الآن لهم 4 أشهر ويربون بكل ثقلهم العسكري من قبل الميليشيات الحوثي. وهناك أيضا تم مقتل قيادات إيرانية كانت في الصف الأول في جبهات مأرب، وتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الحكومة الشرعية. وبالتالي على التحالف أن ينسق، وعلى الحكومة الشرعية أن يعني أن تصبح مثل هذه الجرائم، وعلى العالم أن يقف مع الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة، لأن إيران هي خطر سواء على السواحل اليمنية، على ميناء باب المندب الذي تمر منه يعني آلاف السفن والتجارية والاقتصادية، وهناك مؤامرة خطيرة جدا سواء على الوضع الاقتصادي اليمني، على الوضع الاقتصادي العالمي، على الممرات المائية العالمية. القضية خطيرة جدا، إيران تلعب لعب خبيث جدا وتعمل من أجل مصالحها، وترمي بميليشيات الحوثي يعني إلى المحرقة من أجل مصالحها الشخصية داخل نظام إيران. الآن أستاذ صالح، ما الواجب على الحكومة الشرعية؟ يعني بعد هذا الاعتراف، على ما يبدو إيران شريكة في كل الانتهاكات والمذابح التي طالت المدنيين عبر الصواريخ التي أمدت بها ميليشيا الحوثي. ما الواجب الآن على الحكومة الشرعية في هذا الملف؟ الحكومة الشرعية عليها أن تتحرك عسكريا ودبلوماسيا، عليها أن تقف مع يعني بوضوح وصراحة مع التحالف بقيادة السعودية، أن يكون معهم وضوح هناك بأنه لابد من حسم المعركة ولابد من دعم الجيش اليمني.
إيران لم ترسل معونة واحدة ولا حتى إبرة ولا حتى يعني كيس يعني دقيق أو كيس قمح يعني من للشعب اليمني. أرسلت فقط الصواريخ، أرسلت السلاح بالتهريب، أرسلت المخدرات، أرسلت المجرمين والبلاطجة إلى داخل اليمن. على الحكومة الشرعية على أن تضغط على السعودية بأنها هي الآن هي رئيسة التحالف، وعليها أن تصرف مرتبات الجيش اليمني الذي له الآن أكثر من 8 أشهر بدون مرتبات، ومع هذا يقاتل بقوة وبشرف في جبهات القتال في مأرب وغيرها. هناك المؤامرة كبيرة على اليمن وعلى السعودية، فإذا حصل تخاذل من السعودية وتخاذل من المجتمع الدولي فإن إيران ستسقط فعلا اليمن وتصبح اليمن في حضنها. ولكني أستبعد طبعا أن تكون اليمن أن تكون اليمن لن تكون إلا في الحضن العربي الإسلامي وليس في إيران، وهذه التروهات وهذه المؤامرات كشفت في الآن على أبواب أو على جبهات مدينة مأرب. نعم، من اسطنبول رئيس مركز يعني يمن الأستاذ صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.